السلام عليكم، بسوي اتصال بزوجاتي الثلاث السعودية واليمنية والمغربية وأقول لهن عندي ضيوف، وبعد ساعة ساعتين يكون الغداء جاهز. أشوف ردة فعل كل واحدة، اللي بترد رد أهلا وسهلا لها هدية مني. نبدأ بالأولى، الزوجة السعودية. السلام عليكم. هلا السلام. مساء الخير، كيف الحال؟ يا مساء الحمد لله تمام، كيفك؟ الحمد لله. عندي 10 ضيوف بيجوا بعد شوية، بروح اشتري ذبيحة واريد الغداء يكون جاهز الساعة 3. أحسن عيونك. تسلم عيونك. تمام تمام. انت ضيوفك هم ربح ذبيحة جبليها الآن بسرعة. ما شاء الله عليك، ربحتي مني 1000 ليرة بحق ردك هذا، هذا عبارة عن مقلب بس. ما في ضيوف. مع السلامة. نبدأ بالزوجة الثانية. طبعا السعودية قالت أهلا وسهلا ورحبت. اليمنية نشوف ردة فعلها. يا هلا، مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ الحمد لله، كيفك؟ تمام الحمد لله. عندي 10 ضيوف بيجوا بعد شوي، بروح اشتري ذبيحة وابغاك تجهزي لنا احلى غداء عن الساعة 3 3:30. حاضر، من عيوني ولا يهمك. جاهزة؟ اكيد جاهزة، هلا بضيوفك. يا عيني، تمام تمام. هو عبارة عن مقلب، وما دام قلتي يا اهلا بالضيوف حصلتي مني على 1000 ليرة. يلا مع السلامة. مع السلامة. نشوف الحين الزوجة المغربية. والله شكلهم بيورطني الثلاث. إن شاء الله هذه تسحب. 2000 ليرة. مرحبا، كيف الحال؟ هلا، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. عندي صباحك؟ تمام الحمد لله. عندي 10 أصدقائي ضيوف بيجوا يتغدوا عندي. بروح أجيب ذبيحة، بروح أجيب ذبيحة، أبغاك تسوي لنا أحلى غداء. بس مش ضروري، لحبت أكل مغربي. أكل مغربي. بس 10؟ كثير، مش 1 2 10 يصير 10؟ 10 ضيوف. بس يا حبيبي، أنا تزوجت أدلعك مش أطبخ. تزوجتي تدلعيني مش تطبخي. أيوه. على العموم هو كان عبارة عن مقلب وخسرتي فرصة الفوز. يلا نتواصل بعدين، مع السلامة. مع السلامة. الحمد لله المغربية قالت تزوجتني تدلعني، ما هو تطبخ، خسرت 1000 ليرة.